يعطيكم العافية جميعا. اليوم بهذا الفيديو رح نشرح introduction to safe أو بالأحرى introduction to hollow block slab design using safe. طبعا برنامج السيف هو من البرامج المهمة جدا ومن البرامج اللي عملتها شركة CSI المتخصصة بس بالديزاين اوف سلابس usually and foundations. الهدف من هذا الفيديو اليوم هو انه نبين شو ان الستبس الاساسية او الاشياء الاساسية اللي ممكن ان نعوزها بهذا السوفتوير لحتى اقدر اعمل مثل analysis, اعمل design. حنمرق بشكل مختصر على اهم الكوماندز اللي نحنا ممكن نعوزهم. هيدا هو عبارة عن introductory video. اكيد for more details نحنا ان شاء الله رح نحط لكم لينك الويب سايت للexpertise training center مطرح ما بنعطي الاونلاين كورسز او الpublic courses اللي بيكونوا for Structure Engineering Softwares. حيكون في details و descriptions of course for more details. خلينا نبلش هلا بفايل جديد. طبعا برنامج سلس واضح. هبلش من file new model. اول شيء حيسألني هون على بعض الاشياء. طبعا اللز بالبرامج CSI ككل لما نقول safe, etabs, sap, CSI bridge, whatever بيمشوا step by step. وحتلاحظوا طريقة الباكجراوند تاع البرنامج او التمبلت للبرنامج هو لحاله بياخدك بالستيبس بطريقة منظمة. يعني هون بالبداية طالب مني الديزاين كود. طبعا هون انا في عندي مجموعة من الكودز بتتغير ما بين الامريكان كود, بريتش كود, وانواع كتير من الكودز, اليورو كود, depending على المنطقة اللي انت فيها او الزون اللي انت قاعد فيها. نحنا فر بالوقت الحالي رح نشتغل على ACI 31814. هيدي اول شغلة. تاني شغلة يطلب مني ان نفوت الديزاين بريفرنسز اللي هي بعض البيسكس اللي لازم يخدها بعين الاعتبار بالديزاين. طبعا بدءا من الكود هون فيك كمان اجين انك تغير الكود, فيك حتى انك تغير بالفاليوز للريزيستنس فاكتورز اللي هن الفاي. طبعا كلنا بنعرف نحنا بالديزاين for tension control section usually الفاي 0.9 هو دي defaults, compression control section 0.65 and for shear 0.75 هو دي by default اكيد ما حنغيرهم. هلا بنتركوا هيك in case حدا عنده research topic حاب يدرس يعني different values of files. هيدا منه in our case اكيد. لما نعمل نشتغل design according to code هو دي usual default values ما بيتغيروا. عندي كمان المينيموم كفر بيطلب الكلير كفر اللي هن اكيد بدي اخذهم انا according to code. اذا بنرجع احنا للاي سي اي فور سلابز كنا ناخذ طبعا عندي نون بري ستريسد وفي عندي البوست تنشنينج. نحنا بالوقت الحالي رح نشتغل هولو بلوك سلاب, يعني انا اللي بهمني هو النون بري ستريسد. سو اي ويل يوز ل 20 ملم اللي هن يوجوالي يوزد از كلير كفر فور سلابز. بيرجع بيسألني عن preferred bar size. طبعا هيدي preferred bar size بتفيدنا بحسابات الدي وبحسابات البانشينج, يعني انت لما تاخد clear cover وتجمع فوقه half diameter اللي هو preferred bar size بيقدر يعمل كpredicting للدي ليقدر يعمل implementation بقلب ال equations ال design equation ويطلع الكاباسيتي وغيرها من الاشياء. هلا بس تحكي slabs انت usually I will leave it at let's say 12 مثلا. دايما انت عمال estimation خود degree يعني تكون size اعلى بدرجة من ال expected. يعني اذا for ribbed slab عم نستعمل let's say 512 هيدي بتجي by practice حطها مثلا 14. خلي كل ما صغرت شوي دي اكتر كل ما كان افضل, يعني في safety اكتر هيدي for later. بس هيدي تعتمد على estimation كبريدكشن. والانر سلاب لاير ريبار لاير هي يوجوال نحن لما نعمل رينفورسمنت هيدي فور سوليد سلابس حتبين معي مش بالرب. يكون في عندي انا تو لايرز مش بيجو مثل لاير بالاكس ولاير بالواي. اكيد في دايركشن بده يكون جاي محطوطين من جوا, دايركشن بده يكون من برا. فعم يسالك اي الريبار لاير اللي حتكون بالانر لاير واي الاوتر لاير. هون بيسال الانر اكيد. فاذا لاير اي
او لاير بي يعني اكس اور واي. سو هيدي منعوزه بالفلات سلاب الفلات بليت بس we're not going to use it بالهولو بلوك سلابس. طبعا ذا سيم هون عم يسالني مينيمم كفر اوف بيمز بجاب اكد نحن بهمنا نون بري ستريس رينفورسمنت. حتى عم يسالني بريفيرد بار سايز, بريفيرد بار سايز بالشير هيدي رح اعملها let's say 5.8. بي تي ستريس تشيك هيدي للبوست تنشن ليعمل تشيك للستريسز ات ترانسفير, ستريسز ات سيرفيس لود كيس. هودي مش بالرينفورس كونكريت ديزاين, هودي يوجوالي فور بري ستريس كونكريت. بحله اوكي. عندي بروجكت انفورميشن فيك تحط لي بدك اياه هون, اسمك, اسم البروجكت, whatever ايا كان اسم الشركه. هودي بيطلعوا بعدين اخر شيء بالريبورت, انا حتركها فاضيه. اليونتس كمان ذا سيم. هون فيك انت تنقي ان جنرال شو نوع اليونت اللي بدك اياه, يعني والله بدي متريك ديفولت, بدي يو اس ديفولت. وفيك من المتريك ديفولت تيجي تغير وحده معينه, مثلا تنقي يونت whatever ايا كانت من هودي. هلا انا بنصح انه ينتركوا مثل ما هن, لانه معمول يعني بالديفولت اوبشن المعمول هو تو سوت يور ورك, يعني بتبطل تحس بصعوبه بالارقام, عش لارقام كبيره ولا ارقام صغيره. هو بنقي لك افضل اليونتس اللي لازم تستعملها بكل كيس من هود اللي موجودين. سو راح خليها اوكي. اوكي از ا بيجينينج ستيب نمبر 1 حتكون اني بدي اعرف الجريد. سو حقول له طبعا كل برنامج عطنا بيعطيك تمبليتس, بس انتو بتعرفوا ان ريل لايف ما في شيء اسمه يعني بتجي هيك تمبليت وايكوال سبانز ان اكس وان واي. سو موست بروبلي يو ار نوت جوينج تو يوز ذيس تمبليتس. هروح على ال جريد سيستم تو ديفاين ا جريد سيستم, نكبس على جريد اونلي. اوكي طبعا عندي كارتيجن وعندي سلندريكال. كارتيجن سيستم هن الاكس واي اللي بنعرفهم, السلندريكال هن اللي بيكون عندي راديال اند تانجنشال دايركشن. يعني اذا عندي هون فور اكزامبل سيركولر سلابس. اوكي هلا بيسالني نمبر اوف جريد لاينز ان اكس دايركشن اند ان واي دايركشن. نمبر اوف جريد لاينز ان اكس, لما نقول اكس ما بقصد انا الجريدز اللي هي بيجوا بارلل للاكس. Number of grid lines in X direction هن ال grid lines اللي بتعدهم انتو ماشي بالX. يعني اذا كان عندي for example 5 Y grids جايين بالY, تحطهم 5 in X direction, لانه انا وعم مر الماوس بالX بعدهم 1 2 3 4 5. اوكي بشكل, خلينا بس نوضحها بشكل اوضح. يعني اذا كان عندي هودي, هلا عم نرسم بس هيك عشوائيا, هودي جريدز بالواي هودي الاكس. لما نقول نمبر اوف جريدز ان اكس دايركشن بقصد فيهم هودي الجريدز, هودي هيدا وهيدا وات ايفر. انا عم بمشي بالاكس عم عد 1 2 3 4 5, عم عدهم انا ماشي بالاكس. Number of grids in Y هن هودي 1 2 3 اللي بتعدهم انتو طالع طلوع بالY. So رح حط نحنا بحالتنا just انه هيدا example, هنحط 5 by 5. والgrid spacing يعني distance بين grid to grid, طبعا هن ما ضروا يكونوا equal, رح تركهم هيك. بس شو هاعمل, رح اعملهم edit. يعني اذا تركت, اذا حطيت 6 مثلا فور اكزامبل 6 باي 6 قلت له اوكي حيعطيك ايكوال سبيس بالاكس وبالواي. طبعا ما في, ما بتصعب تجي كيس كله ايكوال سبيس, بس قبل بيطلب منك الجريد ليبلز. بس بتقول له انت شو هن اللي حيتسموا باللترز وشو هن اللي حيتسموا بالنمبرز, لانه عاده الجريدز بس ناخذهم من الاركتكتشر شيء بتسمى اي بي سي دي ودايركشن حيتسمى 1 2 3 4. سو حتركهم مثل ما هن A وبقول لك left to right ولا right to left. يعني منبلش من الشمال من عد A B C D ولا من اليمين من عد A B C D depending, هون انت بتنقي. بس حبينا نوضحهم, حنتركهم مثل ما هن. هذا grid رح حولها spacing هون, لأنه هو بيعطيك option انك تستعرضهم كoordinates. Ordinates يعني تعملهم cumulative. اذا كان اول grid 0, تاني grid 6, تالت grid مثلا
12 رابع جريد 18 حسب اللي كنا حاطينه بالقبل لاني كل ستة بس انا حولت سبيسنج لغير بين الجريد والتاني يعني راح اعمل مثلا راح اعملهم 5 بالاكس راح اعملهم بالواي 4 3 4 3 لا اخر جريد لازم يكون 0 طبعا لما تقول سبيسنج لازم اخر رقم بتحطه يكون 0 ليه لانه ما في شيء من بعده يعني بعد الاي ما في شيء فبتحط 0 لانك لو حطيت رقم بعد الاي ممكن يخلق لك انذر جريد هون راح اقول له اوكي خلينا نشوف كيف طلعوا حط لي الجريدز A B C D هود اللي بالاكس عم عد انا وماشي بالاكس حطيناهم 5 5 5 5 لاحظوا كيف طلعوا معي ايكوال واللي بالواي هن اللي غيرنا بالفاليوز هون بكون احنا خلصنا اول ستيب اللي هي عرفنا جريد سيستم هنروح بالستيب الثانيه هنعرف ماتيريال من ديفاين ماتيريال طبعا في عندي هيدي الديفولت ماتيريال اللي بتكون موجوده هيدي كونكريت 30 ميجا باسكال بهالشكل تعطيها اليونت ويت بير الويت بير يونت فوليوم اوكي وات ايفر 24 مثلا اكيد بده يكون عندك انت داتا للماتيريال بدنا نحط المودلس اوف الاستيسيتي بونسونز ريشيو كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن عاده نحط تو فاليوز هن بيجوا ستاندرد للكونكريت بونسونز تتغير من 0.15 ل 0.2 راح احط هيدي بروكسيم عفوا 25000 طبعا هيدي بتنحسب من الاي سي اي في لها تو كيسز فور نورمال ويت كونكريت وفور لايت ويت كونكريت فور نورمال ويت كونكريت هي 4700 راديكال اف برايم سي بروكسيمتلي بتطلع هيدا الرقم وبمعلوميه الالاستيسيتي مودلس والبونسون في اعرف الشير مودلس كرمال هيك ما سمح لي بالسيف اني غير لانه في ايكويشن بتربط الجي والاي والبونسونز ريشيو طيب بيرجع بيطلب مني كومبرسيف سترينث اللي هي هون بحدد الكومبرسيف سترينث هون عم حدد الاسم بس هون بقول له كومبرسيف سترينث قد ايه متى هاتريكه وات ايفر 30 ميجا باسكال نيوتن بير متر سكوير وبضل عندي اوبشن اني اعطي المودلس اوف رابتشر اللي هي 0.62 راديكال اف برايم سي بحالتي هون بتطلع 3.4 تقريبا approximately 3.4 طيب رح اقول له اوكي هون اهم الاشياء اللي بضطر اني اعرفهم ككونكريت بالستيل في عند الجريد 400 هيدا ديفولت ستيل ريبار رح ظبط له اسمه رح سميه whatever ريبار 400 بهالشكل نفس الشيء بيطلب الويت بير يونت فوليوم هلا ديفولت فالي نوعا ما صحيحه بس نحن بنعرف انه هي اذا بتشتغل على 7850 فيك تعتبرها 78.5 كيلو نيوتن بير متر كيوب كمان مودلز اوف الاستيسيتي فور ريبرز هي باي ديفولت هيدي الفاليو وبيطلب مني الييلد والالتيميت بحالتي انا هيدي 400 سو انا عندي اوريدي انا سميتها 400 على الديفولت هي كانت الييلد الى 400 هلا الالتيميت يوجوالي تتراوح من 20 ل 25% من قيمه الييلد سو اذا انا عارف الييلد في حط ابروكسيميت فاليو للالتيميت او اذا عندي سبيسيفيكيشنز انه جريدز للريبر معروفين يعني في لهم سكيدجول بالاي اس تي ام للريبرز و او other provisions بتلقوا إلون كودز بيعطيك لكل yield قدي الالتيميت لإلها وبيس عليها منحط الداتا هون اوكي هلا انا اذا بدي اعمل example مثلا بدي اعرف another rebar لانه ما معقولي اعمل design للstirrups والmain reinforcement بنفس الماتيريال rebar 400 so في له add copy of material في سميها rebar مثلا ما بعرف 320 for example حط هيدي 320 320 times 1.25 approximately يعني ما بين yield و ultimate بهيدا الشكل هيك كون انا معرف وحدة concrete
و2 ريبرس. المادة الثالثة اللي هون هي للبري ستريسنج ستيل او بري ستريسنج كابلز, و اتس نوت في اور كونسيدريشن لانه هلا حاليا عم نحكي على الموديلينج اوف هولو بلوك سلاب. ما حنقول له اوكي. طبعا اولويز ريمبر تو سيف يور ورك, يعني خليكم كل شوي اعملوا سيف كل ما تخلصوا ستيب افضل. اوكي نكست ستيب, بعد ما عرفنا الماتيريال راح نروح نعرف السلاب بروبرتيز. حلو اد نيو راح سميها ريبت مثلا 25. نحن هلا ما عم نناقش كيف نطلع اكيد الثيكنس, الاي سي اي حاطط تيبلز فور ديفليكشن كنترول وبنقدر عن طريقه نطلع الاكزاكت. رح نقي نوع هون بتلقوا كل انواع السلابز الموجودة بالسيف, سو انا حقول له ريبت. وهون بيطلب من الداتا اللي لازم فوتهم, يعني الاوفر اول ديبث هي توتال ديبث للسلاب, يعني انا بقول ريبت 25 اي مين 25 سنتيمتر, يعني التوتال ديبث بهالحالة حتكون 250 مليمتر. السلاب ثيكنس هي ناس بتضيع فيها ما بين سلاب ثيكنس واوفر اول ديبث. السلاب ثيكنس هي التوب سلاب, انتو بتعرفوا بالهولو بلوك, يعني شيل هيدي بالهولو بلوك انا بيكون في عندي بهيدا الشكل توب سلاب وعندي هون هودي whatever هودي البلوكس. هيدا نص حجة من هون وتفرع نص حجة من هون. اوكي السلاب بقصد فيها هي الديستنس من هون لهون, سلاب ثيكنس هي التوب سلاب تغطية, يعني هيدي مينيموم بدها تكون 5 سنتيمتر. هلا بحالتي هون انا اذا بدي استعمل حجر 18 فيها تكون هون 7 سنتيمتر مثلا 70 وسلاب 250, فبتصير سماكة الحجر هو الحجر 18, لانه في حجر 14 حجر 18 حسب depending شو انا اي نوع حجر عم بستعمل. الستيم ويدث التوب وات بوتوم هن سماكة ال هن الويدث للرب, هون الستيم ويدث. طبعا الستيم ويدث انا يوجوالي بالحقيقة بيجوا انكلايند, يعني بيكون في سلوب شوي لانه الحجر ما بيجي يعني الهوريزونتال ايدج والفيرتيكال ايدج متقطعين ب 90 ديجري, بيكون في نوع من السلوب بيجي الحجر بهالشكل. سو نحن بالحاله هيدا الشيء حيخلق فرق ما بين ستيم وث ات توب ستيم وث ات بوتوم. هلا بس نحن ان ديزاين يعني يو كان اسيوم ذا سيف, فيك تعتبرهم هن بذاتهم اللي هن اتليست بده يكون عندي. هلا ثيوريتيكالي بيقولوا 10 سنتي, practically 10 سنتي بتكون ايام يعني قليله. هلا اي ويل يوز هير 150 بتقدر تسيع الحديد كله مع بعضه ليتر اون بستعمل الديزاين. ريب سبيسنج هيدا بنقصد فيها اللي هي distance من center rib ل center rib اللي حدها, هيدا distance هي الريب سبيسنج واللي عبارة عن عرض حجر اللي هو 40 سنتي بلس عرض الستم اللي هي 15 سنتي بتطلع 550 ملي متر بحالتي. الريب دايركشن از بارالل تو, هون عم بيقول لي دايركشن الريبس بدك اياه بالاكس او بالواي, اذا لوكال 1 اكس لوكال 2 واي. هلا انا راح اخذ بعين الاعتبار راح احطها فور اكزامبل هير ان لوكال 2, نحن هون جست عم نحكي انتروداكشن تو موديلينج ما عم نفوت اي كونسبت بعد. طبعا it's not a thick plate, هون ننبه على الاوبشن thick plate, يعني عم نحكي على السلابز اللي عندها سمكات فوق ال 50 سنتي اللي بيصير في عندي افكت للترانسفيرس شير. ترانسفيرس شير يعني لما يزيد الثيكنس, لما تجيب انا سلاب سمكتها كتير كبيره متر ومترين فور اكزامبل, يعني نشرحها بطريقه مبسطه, وتتعرض للود بالتوب فيس لها, هاللود حيأثر على على البوتوم فيس, في عندك ديستنس كبير, في ثيكنس كبير, في ترانسفير شير بده ينتقل بين هالتو
surfaces يعني. بينما لما تكون سمكتها كتير قليلة مثل 20-30 سنتيمتر تتعرض للود، ما فينا يعني ببطل له هاي الافكت، بتصير ساري كتير المفعول. فنحن بنفضل بهالحالة اكيد هيدي السلاب منها تيك بليت، هيدي سلاب ثن بليت. رح قل له اوكي، قل له اوكي، ورح اعمل ديفاين فور اكزامبل مثلا لنشوف كيف نعمل بيم بروبرتي. قال له اد بروبرتي، يلا رح خليها بيم، رح اي ويل اسيوم مثلا 20 باي let's say 30 by 60 for example. البيم ماتيريال هي الكونكريت بيم، كيف بده يكون؟ بينوا الماتيريال اللي انا عرفته من شوي. So I will use C30. ريبار ماتيريال، هلا ريبار في ريبار ماتيريال عادية وفي ريبار ماتيريال شير. ريبار ماتيريال عادية هي الريبار 400 for flexure، والشير رح اعطيها اللي هو 320. هلا هون باي ديفولت 30 باي 60 باي ديفولت الويب ويث ات توب وات بوتوم اللي هو عرض البيم بالبوتوم والتوب هي 30 مظبوطة، والدبث هي 60 كمان مظبوطة. صار انا ما عندي مشاكل، بضل عندي بس شغلة وحدة كرمال حسابات الديزاين، موضوع الكفر توب تو سنترويد او بوتوم تو سنترويد. طبعا هيدي اللي هي عبارة عن clear cover let's say 4 cm plus stirrups assumed 5-10 plus نص الديامتر expected diameter اللي حتستعمله. يعني اذا عنا 2 cm وعنا 1 cm اللي stirrups صاروا 3 cm او 30 mm بدك تشوف expected الدايامتر للريبا اللي بدك تستعمله. هلا نحن يوجوالي فيك تحسبها اكزاكتلي وبدك تعرف 1 لاير ولا 2 لايرز، على يمكن بالديزاين الواحد ببدايه الديزاين ما في يتوقع. سو فيك تاخذ 10% من الدبث، هيدي فيك يعني بيكون فيها نوع من الابروكسيميشن المقبوله عاده اللي بنحطها 60 باي 60 وهيدي تو بي تشيك. يعني بعد ما تعمل الاناليسيس بتعمل الديزاين فيك ترجع تعدلها اذا كان الفرق كتير كبير بموضوع الديزاين. رح اقول له اوكي. اوكي طيب هلا موضوع السلاب very simple. رسم السلاب، حاجي draw rectangular slab areas، تأكد ان هي ربدة 25. هلا في ارسمها rectangular اذا كان شكلها direct rectangular بهالشكل، في اذا كان بقلبها كتير تموجات في ارسمها عادي بالoption اللي فوقه اللي draw slab area في اجي بهالشكل. مثلا راح افرض انا عندي هيك شيء مثلا، خلينا نرسمها هيك فور اكزامبل بهالشكل، هيدي سلاب. اوكي نحن في ديفاين للكولوم ما عملناه يمكن، اي ثينك خلونا نعمل ديفاين للكولوم. افرض سايز يعني طبعا اد نيو بروبرتي مثل العاده، خليها كولوم 1 خليها 30-60. طبعا هون في يغير السايز، انا هون في يغير الماتيريال مثل ما عملنا بالديفاين من شوي. اوكي احله اوكي انا just to show modeling الكولوم draw columns. باي ذا واي فيك تجيبوهم من فوق draw، يعني فيك من هون تنقل draw slab draw whatever draw columns نفس الصورة draw columns من هون او من هون. اوكي معطيكم هايت بلو، فيك الهايت ابوف عادة اذا كان في فروقات ما بين الطابق اللي تحت واللي فوق مغير بالكروس سكشن للكولوم، بس يوجوالي بالتيبيكال ستوريز هيدا الشيء ما بصير. في انا جاست اعمل كليك بهالشكل، في يفتح ويندو هو حيلقط على الجريدز، وفي انا عم برسم اني اعطي انجل اوف روتيشن، بلكي الكولوم مثلا ات سيرتن بوينت قلب اعطيته 90 ديجريز برملي كولوم بهالشكل. طبعا انا بدي نوه لما نحكي فاينايت اليمنت، يعني الكولوم اليمنت هو عبارة عن لاين، كولوم عادة بينفهم على انه لينير اليمنت، اتس نوت
3D. لاحظوا it's a linear element. والسلاب هي عبارة عن shell, يعني area element with zero thickness. We assign the thickness كproperty للسلاب. So نحن لما نرسم الكولوم, لاحظوا كيف الإج للسلاب جاي على السنتر هيدا الكولوم. That's why نحن نرسمهم بهيدا الشكل. هاي السلاب وهيدا الكولوم, لأنه هيدا اللي شايفه هو graphic view بس. الكولوم الحقيقي موجود إياه بالنص. نفس الشيء هون. هيدا graphical view. أكيد بدك تقلي تنفيذياً الكولوم جاي شوي جاي to the right أو جاي downward. هيدا بالإكسيكيوشن بنفذ الواحد مثل ما بده. بس finite element لازم تكون الالمنتس لاقطة ببعضها. يعني ما في انا اجي مثلا فور اكزامبل تجي السلاب قاطعة جوا مثلا قول انا اعتبرهم هني فايتين ببعض, او ارسم العمود شوية لبرا قول ما هني فايتين ببعض. لا ابدا, بدي يكون انا ضامن على انه السلاب كونتور للسلاب يكون لاقط مع سنتر الكولومز. اوكي طيب رسمنا كولومز, رح اخد هلا كمان درو بيم لاينز من هون. هون انا عندي البيم 3060 بخليها مثل ما هي. هلا البيم بندل شغلي, من الاخطاء اللي بتصير عاده كمان بالبيم ما بيجي برسم من هون للأخير. هون رح يفهم كأنه البيم هو simply supported على هالكولوم وعلى الكولوم الثاني, وعندي 15 meters مثل ما شايفين هيدا سبان. هيدا شي غلط, لازم قطعه بهيدا الشكل, لازم يتقطع. وبعمل اخر شي right click بيكون الرسم. لشوفه هيدا graphically بس اتأكد انه هو انرسم من set display, set display option. في عندي شي اسمه extrude view ببين لي هن. صافي انا اجي ارسم البيمز لإلي باي ذا واي. عادة هلا هيك مرق بشكل سريع دايركشن البيم ودايركشن الريبس اللي بيحددهم هو السبانس كيف جايين. يعني احنا بشكل عام بنفضل, انا عاملهم بالعكس هون, بس sometimes we prefer انه تكون البيم هي بالدايركشن الاصيل لخفف ديفليكشن حسب الكيس. عندي امبيدد بيم ولا دروب بيم. هلا يمكن بالدروب بيم البيم عنده ستيفنس عالي ما حيكون ديفليكشن كبير, سو حتى لو نحط بالاتجاه الطويل يمكن ما يتاثر. بس اذا البيمز هني امبيدد بيمز صاروا حساسين كتير بالنسبه لموضوع الديفليكشن, سو وي ماي كونسيدر ذم ان ذا شورتر دايركشن. سو هيدي بدنا ننتبه لها. يعني anyway هيدي البيمز انرسموا. راح اجي هلا على set display بس لأرجع شيلها. هيك بكون هيك رسمنا جيومتري بسيطة. بالنسبة لموضوع اللودز أكيد كله من ديفاين شغلي. من ديفاين في شيء اسمه, إذا بروح على اللود باترن رح لاحظ أنه حطت لي dead live هو. أوكي أنا مش هفصل كتير بأنواع dead واللايف لأنه dead already بقلبه self weight multiplier 1. يعني هو عم يحسب self weight بقلب dead, so أي additional dead load بحطه هو superimposed صار لحاله رح بيجمع عليه self weight, so ما في داعي فرقهم. بس أكيد كشغل professional it's preferable أن الواحد يفصل أنواع, especially إذا كان عندك البيلدينج بقلبه part office و part residential و part storage و part whatever, فبصيروا في أنواع مختلفة من اللودز. لحط لود بكل بساطة حتعمل رايت كليك على السلاب, حتروح على اللود, باللود اساينمنت حتقول له اساين لود, هو سيرفيس لود او تمبريتشر لود ما بدها سؤال, اكيد سيرفيس لود. حقول له اوكي, بتنقي اللود باترن, بتنقي قيمة البريشر, اي ويل اسيوم ات ريزيدنشال سوبر امبوز يعني اراوند 5 تقريبا. راح اقول له اوكي, حط لي 5 كيلو نيوتن بير متر سكوير از سوبر امبوزد لود, وبقلبها هيدي مثل ما شفنا بقلبها اوريدي ديد لود. سو انا كاني هلا خلص خلصت الديد لود كله. بعمل اساين انذر لود وبقول له هالمره اكيد جرافيتي لود, بدي نوع اللود لايف فور اكزامبل رح احطها 2.5 مثلا از لايف لود. حلو اوكي
بتأكد بس بعمل رايت كليك مرة تانية موجود باللودز. هي اذا بروح هون برجع على اللودز رح شوف عندي ديد 5 وعندي لايف 2.5، سو انا بالطريق السليم. طيب بعدها بدي اعرف كومبينيشنز، كمان من ديفاين لود كومبينيشنز اد نيو كومبو. هلا الكومبينيشن، هلا فيك انا اد نيو، في له اد ديفولت ديزاين كومبو، هودي بشيلهم لانه لهم علاقه بالسيرفيس، للسيرفيس ستريس تشيك بالبي اس اس كونكريت منه موضوعنا. سترينث التيميت هون اللي بدي اعمل لهم ديزاين، هو لحاله بيفهم بما انك قايل له انت اي سي اي كود ومعطيه ديد ولايف، بس حيحط لك تو كومبينيشنز اللي هن 1.4 ديد والثانيه 1.2 ديد بلس 1.6 لايف. يعني لحاله اخذ بعين الاعتبار التو كومبينيشنز. سو تعرف هودي تو كومبينيشن، في يسميهم انا اكيد يفضل هودي يتسموا بطريقه افضل، يعني فينا نسميهم كومبينيشن 1 كومبينيشن 2 التيميت ستيت كومبينيشن، في لهم عده اسامي مصطلحات ممكن واحد يستعملهم. بعد ما عرفنا الكومبينيشنز، اذا حابين نشوف فور اكزامبل الريزلتس، او قبل الريزلت عشان مره واحده ما نفك الران، بضل عندي انا لاقدر بدي اعرف اللي هن ديزاين ستريبس. يعني انا هلا اوكي عرفت السلاب، بس اتاكد من شغلي انا الدايركشن للريبس احسن ما يكون راسم البيمز مع الريبس بالغلط. ليتس تشيك وين الريب سلاب انترنال ريبس، حطيتهم انا اوكي ريبس بالواي، البيمز انرسموا بالاكس، انه انا نسيت من شوي شو كنت معرفهم. اوكي هلا بدي، هلا عندي انا بدي اعرف انا ديزاين ستريب. كونسبت ديزاين ستريب يوجوالي هيدا يعني بناخده او عاده موجود بالاي سي اي كود بالتو واي سلاب ديزاين، انه كنا ناخذ كولوم ستريب وميدل ستريب. هيدا الشيء في منه شبيه له على السيف، يعني انا عندي هون ريبس مجموعه من الريبس، اذا بتطلع فور اكزامبل بهيدي هول ثلاثه بانلز، عندي انا مجموعه من الكونتينوس ريبس، كل ريب الى ثلاثه سبان 1 2 3. طبعا اخطر ريب منطقيا هي الريب اللي بتجي بالنص، صحيح، لانه هون بيكون في عندي نوع من ال solid section وهون عندي solid section. اوكي هون بتجي الريب الكريتيكال. سو انا اذا بعمل ديزاين ستريب هون بجمع المومنت والشير على ستريب بوث معين، شو هو الوث المنطقي؟ هو بده يكون التربتري وث اللي بتحملها هيدي الستريب. يعني هيدي الستريب شو حامله لود؟ حامل نص سبيسينج مع الستريب على يمينه، نص سبيسينج مع الستريب على شماله. اوكي يعني اذا بيجي بشكل تاني جس لنوضح البوينت، عم صغيره انا بس لاقدر اوصل الفكره. هيدا الريب، هيدا الريب شو حامله؟ حامله نص من شماله ونص من يمينه، حامله هيدي الزون كلها. كل شيء جاي لودز بهالمنطقه سواء سيلف ويت او ابلايد لود بهالشكل ديد لايف ايا كان، تخيلوا هيك وسحبه بالسبان لجوا، كل شيء بدي ارسم له وان ديزاين ستريب. شو انا شو اللي بعمله؟ برسم ستريب، عرضها للستريب هي هيد ديستانس اللي هي عباره عن عرض حجر نص ونص، عرض حجر بلس عرض الريب اللي هي ال 55 سم اللي عرفناها من شوي. سو انا اذا جيت رسمت ديزاين ستريب، في له درو ديزاين ستريب، هيدي ديزاين ستريب التوتال ويدث اللي لها كله ات ستارت للاند بده يكون 55 سم. هو شو بيقول لك بالسيف؟ في عندك تو ستيشنز على الستارت، يعني من السنتر اللي لها بالستارت قد ايه بدي ابعد عن الشمال وقد ايه بدي ابعد عن اليمين. اذا التوتال ويدث 55 يعني بدي ابعد من سنترها على شمالها وعلى يمينها نص ال 55 اللي 0.55 اوفر 2 بهالشكل، ولحدد عرضها at the end هي بدها تكون عندها نفس الويدث وين ما تقطع. سو كمان at the end نص ال 55 عن يمينها ونص ال 55 عن شمالها اللي هي نفس الرقم. خليني بس اوضح الفكرة، اذا انا جيت رسمت بهيدا الشكل رايت كليك، هو رسمها بس ما بينت عندي كستريب. كمان في بينة من السد سبلاي لتتوضح النقطة بشكل افضل.
وين اون ديزاين ستراب؟ له فرجين الودث. لاحظوا اذا رسم الستراب اخذ له تربيت الودث، هيدا السنتر اللي رسمته زيح نص ال 55 من هون نص ال 55 من هون. سو رح يعملوا هلا انه حياخذ تربيتري ويدز، حيجمع كل شيء لودز بهالمنطقه ويرسم لهم المومنت اللي بينتج عنهم بهالدايركشن والشير، وبيعمل ديزاين. فانا بعرف ساعتها قد ايه بده رينفورسمنت بير ريب. نفس الشيء اللي انعمل هون في كرره هون كرره هون وكرره هون. يعني هون في ارسم، حياخذ اكزامبل انا ستريب ثانيه من هون لهون بهالشكل. هيدي الستريب هي الموست كريتيكال ستريب بهيدي الزون، هيدي الستريب هي الموست كريتيكال بهيدي الزون، وبتسحب معي الامور هون وبتسحب معي هون. انا اخذ اكزامبل احطه بس لحتى نفرجي كيف في طلعهم بعدين رينفورسمنت. حاجي اقول له سيف وحقول له ليت مي تشيك بالاوتوماتيك سلاب مش، بس خلينا نعمل ميشنج للسلاب. هو ماخذك كل 1.2 مترز. انا ما حفوت ديبلي بكونسبت المش. المش هي انه بيقسم السلاب، بيخلق انترميديت جوينتس بقلب هيدي الشيل ليقدر يحسب عندهم، يكونوا هن ستيشنز بيحسب عندهم الرياكشنز ديفليكشنز وات ايفر مومنت شير. So, كل ما صغر سايز المش، كل ما كتروا البوينتس ان بتوين، كل ما زادت الدقه. هيدا المش نتطرق له ليتر اون بكورس السيف بالتفصيل. هلا رح اعطيها ران كوماند لران ران اناليسيس. مفترض ما تاخذ وقت كتير. اوكي اذا انا بدي اشوف to display moment diagram show beam forces، هيدي بتفرجيني المومنت والشير على البيمز مين بيمز. في اجي هيك بهالشكل بطلب الكومبينيشن. تذكروا هودي يعرفهم وحدي 1.4 dead وحدي 1.2 dead plus 1.6 live، هيدي هي اللي بتكون critical. فيه له فرجيني الميجر مومنت، حقول له ابلاي، حيعطيك هو المومنت. فيك تمرق الماوس بصير بيقرا لك الفاليو. يعني اللي بده يعمل مانيوال ديزاين من هالنقطه، فيه ياخذ الفاليوز من هون يرجع يشتغل باكسل شيت او وات ايفر. فيه اطلب الميجر شير كمان فيه بس، وفيه له فرجيني الفاليوز، فرجيك ارقام اذا انا حابب اني استعرض او شوف شيء. هذا بالنسبة لموضوع البيمز. بالنسبة خلينا نشوف مثلا فور ستريب فورسز، هيدي للريبس. اذا بدي اشوف هي من هون ستريب فورسز، هيدي اللود كومبينيشن يو ان كون يو 2، هيدي اللي حسبها يو دي كون 2. بدي اشوف مومنت ابلاي كمان. انا رسمت تو ستريبس، عم يعطيك هيدا الستريب قد ايه حامله مومنت. لاحظوا عندك ثلاث سبانز، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. فكمان بيقدر الواحد ياخذ الفاليوز من هون ويعمل ديزاين. ولو كنت راسم كمان هون تو ستريبس كان عطاني نفس الشيء. فرجيني الشير فورس مثلا، بفرجيك قيمه الشير فورس. طب اذا انا بدي اعمل ديزاين للبيم هالمره مش للرب، خلينا نبلش ديزاين للبيم. في عندي هون شو بيم ديزاين، شو بيم ديزاين، بيم يعني البيمز هديك ستريب هودي رسمين. بدي لونجيتيودن الريبار، بقول له امبوز مينيموم يعني يوز اي اس مينيموم اوف كود، وبقول له ابلاي، هيعطيني بالمليمتر سكوير وين انا عم مرق الماوس قد ايه بدي توب وقد ايه بوتوم. اذا بقرا توب وبوتوم بركز عليها بهالشكل لأي بيم أنا بدي إياه، بقدر أعرف شو وضع الرينفورسمنت اللي عندي. في يقول له فرجيني فور ترانسفيرس ريبار وين بدي شير. لأن مركزين على الأطراف بيكونوا، بس كمان نفس الشيء بيعطيك شو وضع الرينفورسمنت على الأطراف. مليمتر سكوير بير متر، يعني أنت بتشوف كم ستراب بدك بالمتر بمعلومية هيدا الرقم.
اكيد هلا في equations بالكود، لما نحن اعرف قد ايه بدي بالمتر، بشوف كم strap بدي احط بالمتر، بحدد السبيسينج، بحدد number of legs، بقدر استنتج ساعتها قد ايه الدايامتر. ودي details ممكن نحكي عنه later on ان شاء الله بكورس السيف، بس نحن عم نوضح هلا. طبعا هيدا الرقم بس هيك للاستيضاح، مليمتر سكوير بير متر. معلش خليني هي بس وضحها شوي. يعني 323 مليمتر سكوير بير متر، يعني انت بتحدد اذا بدي 5 سترابس بير متر، سو بتقسم هذا الرقم على 5، وكل ستراب عندها 2 ليجز، بترجع بتقسمها على 2، فبتعرف ساعتها الاريا للليج الوحده قد ايه لازم تكون، وبناء عليها بتنقي. اوكي، هذه بس خطه التوضيح لانه ما بدنا اياها تكون ناقصه هون المعلومه. اوكي، بضل عندي اخر شيء اذا بدي طلع ل ال وينا شو سلاب ديزاين، اذا بدي اشوف الريبس اللي انا رسمتهم او ديزاين ستريب اللي حطيتهم هون وهون، حال ستريب بيست، حط لي امبوز مينيموم، طلع لي الانفلوب، بقول له ابلاي، هيحسب لي قد ايه بدي رينفورسمنت بكل ستريب. هلا هون عم اعطيك اياه كتوتال اريا اوف ريبار، في يقول له انا شو نمبر اوف بارز اوف سايز، يعني انا قال له حط لي من فوق ومن تحت ليتس سي 512، وقال لي كم ريبار من 512 انا بدي. يعني اذا بقول له ابلاي هون، صار الريزلت عم بيقول لي بده مثلا هون بوتوم 212، يعني 2512 من تحت، توب نان اكيد هون في بوزيتيف مومنت، فوق بده 112 تحت نان، وبتسحب معك هيك. ساعتها انت بتشوف اي اكثر كريتيكال كيس وبتستعمل على اساس الرينفورسمنت، يعني قد ايه اعلى شيء بالتوب وقد ايه اعلى شيء بالبوتوم بير ستريب زون لهيدي الزون، بتعممها على بقيه الريبس لحد اللي موجودين بهيدي الزون. فور اكزامبل ذا سيم بالنسبه للزون الثانيه للثالثه للرابعه، واذا في تقارب بين الكل ما في فروقات كبيره ممكن نعممها على كل سلاب، بس على شرط يكون ايكونوميك، ما يكون يعني عم بيكون في فروقات كبيره. نفس الشيء في يقول له فرجيني هون الشير رينفورسمنت كمان. هلا هون الديزاين باين انه ما بدي، يعني then we are going to use minimum shear rebar، يعني at S max، at S max، هذا منطقي by the way. طيب حبيت بس هيك نعمل introduction بسيطة، برجع بأكد السيف برنامج كبير وموضوع سلاب ديزاين الكونسبت اللي له كتير كبير، بس هيدا حبيناه بس هيك بداية للي هيك حاب يبلش ببرنامج السيف. أكيد for more informations about the course I teach at the ATC kindly visit الويبسايت الأوفيشال ويبسايت www.atc/cc.com. نحن هلأ هالفترة بلشنا حتى بموضوع الأونلاين كورسز اللي حيكونوا كمان available لألكم. stay safe، يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.